تنظم نقابة المهن التمثيلية وقفة تضامنية وتأييد مع الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الجيش الإسرائيلي. من جهته أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن النقابة ستخاطب العالم أجمع من أجل الضغط إعلاميا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. للمزيد ينضم إلينا زميل محمد الخطيب ومراسل التلفزيون المصري. محمد، بعد التحية أطلعنا وانقل لنا الصورة لديك حول تضامن نقابة المهن التمثيلية مع الشعب الفلسطيني. يعني نعم، بعد التحية بالفعل هناك حالة من الغضب والغليان والاستنكار داخل نقابة المهن التمثيلية ضد إجراءات وضد الانتهاكات الجيش الإسرائيلي للشعب الفلسطيني الأعزل. يمكن يعني منذ قليل بدأت بالفعل يعني الوقفة التضامنية والوقفة وقف التأييد من اتحاد نقابة المهن التمثيلية، ليس فقط المهن التمثيلية ولكن هناك العديد من النقابات الأخرى التي انضمت إلى هذه الوقفة لدعم وتأييد الشعب الفلسطيني في استرداد وطنه واسترداد حقه ويعني دفاعه عن أرضه. أيضا منذ قليل كان هناك مؤتمر صحفي عقده يعني الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأكد فيه على اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بالفنانين والممثلين، وهو ضرورة التأييد الكبير من فناني مصر جميعا للشعب الفلسطيني وعدم التعامل فنيا مع أي من الدول التي تدعم يعني الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب على غزة. أيضا كان هناك قرارات بأن يكون هناك كل فنان لديه يعني الصفحة الخاصة به لدعم الشعب الفلسطيني. أيضا يمكن من أهم ما تم يعني تناوله داخل المؤتمر الصحفي هو التأييد الكبير للدولة المصرية والقمة الطارئة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة الإقليمية الدولية الكبيرة التي سوف تعقد يوم السبت القادم طبعا لتكثيف الجهود لوقف الاعتداء على الشعب الفلسطيني. أيضا كان هناك تنديد كبير بما تتناوله بعض وسائل الإعلام التي وصفت بالمضللة والتي تستخدم وتبث صورا غير حقيقية عكس ما يحدث في الواقع. يعني كما يعني أذيع منذ أيام الصور يعني الصور الأطفال التي يعني زعم الجيش الإسرائيلي أنها لإسرائيل ولأنها في الفعل ليست كما ذلك. هناك يعني شحن إعلامي كبير دعت إليه نقابة المهن التمثيلية اليوم لتأييد الشعب الفلسطيني. أيضا ليست هنا فقط يعني هذه الوقفة بالتحديد هي التي يعني تعقد في مصر، ولكن أيضا كانت هناك وقفة لنقابة الصحفيين وأدانت طبعا الاعتداءات الكبيرة التي يعني الاعتداءات التي كانت على الأطقم قنوات الفضائية التي كانت يعني تقوم بتغطية يعني القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أودت بحياة العديد من الصحفيين. في النهاية لا نملك لهم إلا الدعاء يعني للشهداء، ويعني هناك دعوات كبيرة طبعا الوقوف والتأييد للشعب الفلسطيني ضد يعني ممارسات وانتهاكات الجيش الإسرائيلي والتي في الأزمة التي تدخل يعني اليوم يومها 11. يمكن كان هذا يعني أبرز ما جاء داخل المؤتمر الصحفي والذي ما زال يعقد الآن، وهناك كلمات للعديد من الفنانين الذين كان لهم حرص كبير أن يحضروا هذه الوقفة، وقفة التأييد ووقفة التضامن مع الشعب الفلسطيني. ويعني هناك العديد من الفنانين جاءوا بالرداء الأسود والوشاح الفلسطيني تعبيرا منهم على التضامن الكبير والوقوف بجانب يعني الشعب الفلسطيني. زميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.